فعلا هذا سيناريو وارد وتطرق إليه قائد سلاح الجو الإسرائيلي، بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي بشأن الوضع على الجبهة الشمالية. ومثلما أسلفنا الأحداث الأمنية والقصف المتبادل بين إسرائيل وبين منظمات فلسطينية وكذلك حزب الله من الجانب اللبناني هو أكثر مما شهدناه في الأيام الماضية. كنا نتحدث عن نقل 8 من الجرحى الإسرائيليين إلى مستشفى نهرية لتلقي العلاج، وبالنسبة للوضع المدني هو ينعكس في ذات الشيء. كان هنالك طلب من سكان بلدة المطلي وكذلك كريات شموني بالبقاء في الغرف الآمنة بسبب مخاوف من تسلل مسلحين، ومثل هذه الإخطارات تصدر على فترات متقاربة في هذه المنطقة ما يرفع حدة التوتر هنا. أضف إلى ذلك أن الجيش الإسرائيلي كان قد أبلغ في وقت سابق اليوم بضرورة البقاء خارج المساحة التي تبعد حتى 4 كيلومترات من الحدود مع لبنان، وأعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة. لاحقا قلص الجيش هذه المسافة إلى 2 كيلومترين، وأعلن عن 2 كيلومترين بأنهما منطقة عسكرية مغلقة. بطبيعة الحال هنالك بلدات محاذية لهذه المساحة التي حددها الجيش الإسرائيلي. الحركة وربما هنا من خلفي هي حركة سيارات، لأننا بالقرب من شارع رئيسي، لكن في داخل البلدات الإسرائيلية هنالك شلل تام بما يشمل المرافق العامة وكذلك المدارس على سبيل المثال، وبالتالي فهذا الأمر ينعكس على الحياة العادية والاعتيادية في داخل البلدات الإسرائيلية التي تشهد توترا متزايدا منذ بدأت الحرب على قطاع غزة والتصعيد المتزايد هنا. وفي هذه اللحظات كنا نتحدث ونحاول أن ننقل صورة الهليكوبتر التي تتواجد في الأجواء والتي على ما يبدو بأنها تبحث عن شيء ما في داخل الجانب اللبناني، أو أنها تقوم بحماية جنود مثل ما هو متبع في مثل هذه الحالات التي يقوم فيها جنود إسرائيليون. يمكنكم ربما مشاهدة هذه المروحية التي تجوب في الأجواء اللبنانية في هذه الأثناء. عادة عندما يكون جنود مشاة في هذه المنطقة تقوم مروحية بإعطائهم غطاء جوي لحمايتهم. وكان هنالك عمليا أيضا اشتباك بالأسلحة الخفيفة على الحدود مع لبنان، فبالتالي هذه ربما تأتي في هذا الإطار. لكن الجيش الإسرائيلي أبلغ قبل قليل بأنه كان يستهدف موقعا أو مواقع عسكرية لبنية عسكرية تحتية في داخل لبنان مثل ما أسلفنا، وهي عمليا البنية العسكرية التي تتبع لحزب الله مثل ما فهمنا، ودون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. القوات الجيش الإسرائيلي المدرعات والمشاة يتواجدون هنا بكثرة في المناطق المختلفة على مقربة من الحدود، وهي في حالة استنفار تام بطبيعة الحال بعد الأحداث التي شهدناها اليوم والقصف المتزايد على البلدات الإسرائيلية. فإنه الاستنفار يزداد قوة وحدة، وفي كل مرة ننتقل من نقطة إلى نقطة لرصد المشهد هنا في الميدان، لكن عمليا أيضا في الأماكن التي نصل إليها يتم إبعادنا من هذه الأماكن بسبب الإخطارات الأمنية.